اللهم اغفر للحاضرين أجمعين، وهب المسيئين منهم للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا منا أحدا من المحرومين، واجعلنا يا رب من عبادك المرحومين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء. ارحم من كان رأس ماله مرجا، ارحم من كان رأس ماله مرجا